تهتم الكثير من الأمهات بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، إذ أنها وسيلة لا نظير لها لتوفير الغذاء المثالي للنمو والتطور الصحي للطفل الرضيع. فقد توضحت مجموعة من الآثار الجانبية المترتبة على الرضاعة، وتختلف المدة الزمنية التي تستطيع فيها الأم تزويد الطفل بالحليب اللازم له. وتوصي المنظمات الصحية أن الرضاعة الطبيعية الخالصة يجب أن تمارس لمدة 6 أشهر، لكنها تصل في أكثرها إلى 2 بعد الولادة. ويوجد العديد من التغيرات التي تطرأ على الأم والحليب، ومنها أولا قد يبدو الثديان أكثر حساسية ناحية اللمس أثناء الحمل، ثانيا قد تقل كمية حليب الأم قليلا، ثالثا تغير في طعم الحليب لأنه في نهاية الحمل يتغير حليب الثدي إلى نوع حليب اللبأ، وهو الحليب الكثيف المصفر الذي ينتجه جسم الأم أثناء الحمل ولأول أيام بعد الولادة. رابعا تشعر بعض الأمهات بالقلق من تحفيز الحلمة أثناء الرضاعة الطبيعية، إذ يؤدي هذا إلى إنتاج هرمون الإكستوسين في الجسم، وهو الهرمون الذي يحفز الانقباضات أثناء الولادة وينتج بكمية صغيرة أثناء الرضاعة الطبيعية، وتبدو الانقباضات خفيفة من وقت إلى آخر، والتي لا تكفي لإحداث الولادة المبكرة في الأحوال الطبيعية.